مشاهدينا، والآن وقفة مع أهم أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع محمد عبد الله، إليك. شكرا هبة وشكرا فاطمة. ومشاهدينا تتابعونا معي أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة. تضمن العدد استطلاع رأي أجراه مركز يورو باروميتر بهدف التعرف على تصورات مواطني دول الاتحاد الأوروبي للأوضاع الاقتصادية في بلادهم ومدى رضاهم عن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 30 من نوفمبر 2022. وتمثلت أهم النتائج الاستطلاع في أن 76% من المبحوثين الأوروبيين بالعينة يرون أن الوضع الاقتصادي في بلادهم سيء، وجاءت تلفاكي على رأس قائمة الدول التي ترى أن الوضع الاقتصادي في بلادها سيء بنسبة 93%، يليها بلغاريا بنسبة 91%، ثم التشيك بنسبة 88%، والمجر بنسبة 85%. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن الخطط مستمرة في النمو والتطوير في كافة قطاعات صناعة البترول. وخلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2022، أوضح الملا أن التطور الذي يتحقق في نشاط استقبال ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي أصبح قيمة مضافة ومواكبا لما يحققه قطاع الغاز من تنمية واكتشافات. هذا وأجرى طارق الملا جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية الناتا، واستمع لشرح العاملين بالمركز حول ما يشهده من تطوير مستمر يواكب خطط التوسع في الشبكة وتحديثات أنظمة التشغيل. في أسواق البترول العالمية، واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، إذ أحدث انهيار بنك سيليكون فالي هزة في أسواق الأسهم وأثار مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة. وتراجعت العقود الآجلة لخامبرنت بنسبة 64% لتصل إلى 80 دولارا و25 سنتا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 91% لتصل إلى 74 دولارا و12 سنتا للبرميل. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 43% لتصل إلى $2.77 للتر، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.77% لتسجل $2.56 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. رفعت منظمة البدائل المصدرة للبترول أوبك مجددا توقعاتها للنمو الطلب الصيني على النفط في 2023 بسبب تخفيف القيود المرتبطة بكورونا في البلاد، غير أنها أبقت على توقعات إجمالي الطلب العالمي دون تغيير. وتوقعت أوبك ارتفاع الطلب العالمي على النفط في 2023 بمقدار 2.32 مليون برميل يوميا، أو بنسبة 2.3% دون تغيير من التوقعات السابقة. أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، إذ تأثرت الأسواق المالية بمخاوف من عدوى انهيار البنوك بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي. ونزل المؤشر السعودي عند الإغلاق 1%، كما تراجع مؤشر دبي بنسبة 1.5% مواصلا الخسائر للجلسة الخامسة، كما تراجع مؤشر أبو ظبي بنسبة 1.8% مدفوعا. نهاية أخبار اقتصاد، أعود من جديد إلى فاطمة وهبة. أشكرك محمد.